هناك أكثر من 56 وجهة بالنسبة للطائرات المدنية، وحوالي 72 وجهة إذا ما أضفنا عليها أيضا طائرات الشحن اللي شقل من مطار البحرين الدولي. فيما يتعلق بالمطار نفسه، تفضل سعادة النائب عن المساحة. المساحة هي صحيحة 4 مرات المطار السابق، وصمم الاستقبال 14 مليون أو 15 مليون عندما يوصل إلى الذروة أو ذروة التصميم. في الوقت الحاضر المطار استقبل في 2022 حوالي 6,800,000 بزيادة قدرها 127% عن عام 2021، وهذا دليل على أن المطار قاعد يتعافى من جائحة كورونا وقاعد يستقطب العدد اللازم من المسافرين. وإن شاء الله على حسب ما كانت توقعات من الأياتا ومن الإيكاو والمنظمات المختصة بالطيران أن التعافي راح يتم على نهاية 2023-2024. فيما